اهلا بك يا دكتور مراد اهلا بكم في بدايه الامر نريد ان نتعرف عن سبب اختياركم لاسم مراد حينما اسلمتم زوجتي تركيه واختارت الاسم على اساس ان الاصل اللغوي والاسم اراد يريد شخص اراد شيئا وهو يعني انه اراد الاسلام أنت آت من مجتمع له حضارته الدينية وله أيضا علاقته الفكرية لماذا اخترت الإسلام دينا؟ خدمت ثلاثين سنة في السلك الدبلوماسي الألماني وكانت البداية في الجزائر أثناء حرب الاستقلال وقد اثر في الى حد كبير التزام الشعب الجزائري بالرغم من كل المعاناه التي عاناها ولذلك قلت في نفسي يجب علي ان اقرا الكتاب الذي يجعلهم يتصرفون بهذا الشكل ولم اتوقف عن قراءه القران وهذا هو الذي هداني الى الطريق الى مكه ما هي الآيات التي لفتت دبلوماسيا غربيا هو ولفرد هوفمان حتى قادته هذه الآيات إلى الإيمان بالدين الإسلامي <applause> الآية التي كانت بالنسبة لي كالصدمة بالنسبة للإنسان ذو العقلية الغربية هي آية ولا تزر وازرة وزر أخرى في البداية بدا الامر كان هذه الايه من الناحيه الانسانيه غير اخلاقيه على اساس انه يجب على الناس ان يساعد بعضهم بعضا ويجب على اي فرد ان يساعد الاخر ولكن بعد تمعن فيها، اكتشفت أن هناك مبدأين أساسيين تنص عليهما الآية؛ الأول: أنه ليست هناك خطيئة موروثة، لا الابن يتحمل خطيئة أبويه، ولا الأبوين يتحملان خطيئة ابنهما. والثاني ان كل انسان مسؤول امام الله عن نفسه وعن اعماله وليس هناك اي واسطه بينهما لا قسيس ولا بابا ولا اي شيء اخر استاذ مراد نجد في كتابك الاسلام كبديل نقدا لجمله المفاهيم الغربيه نقدا للدين المسيحي ونقدا لفكره الديمقراطيه هل هذا النقد تشكل لديك بعد إيمانك بالدين الإسلامي أم أن هذا النقد قد سبق إيمانك بالدين الإسلامي؟ لم أنتقد الديمقراطية في حد ذاتها، وإنما انتقدت الطريقة الغربية في الحياة والتي بدت كطريقة مخدرة بشكل تام. في الغرب كان هناك إما تأليه للدولة. كما هو الحال في الستالينيه والفاشيه او تاليه للفرد وكلاهما حالتان من الشرك ولكن في الواقع في الفتره الاخيره وصل تاليه الفرد الى درجه ان الاسره والمجتمع والدوله بدات تتهاوى And society and the state are breaking down. فيما يتعلق بالعلاقه ما بين الغرب والاسلام والمسلمين في بلدكم المانيا مثلا في القرن الثامن عشر الميلادي وجدنا شاعركم العظيم جوتا يطلق مقولته الشهيره بانه اذا كان الاسلام هو دين الاستسلام لله فاننا جميعا مسلمون. نريد هنا أن نتعرف إلى المؤثرات الفكرية التي شكلت هذا الرأي وجعلت قوتا متعاطفا مع العرب ومع تراثهم الإسلامي يسرني جدا أنك سألت هذا السؤال وفي رأيي أن اليوم توجد في الغرب درجة أقل من التسامح ودرجة أقل من التفهم تجاه الإسلام مما كان في عصر جوتا وليسينغ جوتا لم يكن مسلما ولكنه في نفس الوقت لم يكن يؤمن بالمسيح ولكنه آمن بإله واحد وكان لديه تعاطف كبير مع الاسلام فقد قرا القران ودرس الشعر الاسلامي واليوم اذا ظهر مفكر غربي وأبدى نفس الدرجة من التعاطف مع الإسلام فسيكون موضع هجوم من وسائل الإعلام ومن المجتمع إلى حد كبير أين هو التسامح؟, التسامح الذي تقوم عليه الحضارة الليبرالية في أوروبا؟ أين هو جان بلوك الذي كتب رسالته الشهيرة رسالة في التسامح؟ «الواقع يجب أن تقرأ كتاباً آخر، وهو لإكسس دوتوكفيل عن الديمقراطية»، وقد كتب في العقد الرابع من القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة. وذكر انه داخل الديمقراطيه توجد اليات توتاليتاريه تفرض بعض المحظورات التي يجب ان لا يتناولها الانسان. يدور حوار اليوم في بعض الوسائل الاعلاميه وهناك بعض الكتابات حول اقامه حوار بين الاسلام والغرب. انت بوصفك محسوب اليوم على الثقافتين أنت ألماني ومسلم، كيف ترى إلى إقامة حوار موضوعي متبادل الفهم بين أوروبا والمسلمين؟ بعض الناس يمكن ان يروا انني منقسم الشخصيه او اعاني من الشيزوفرينيا ولكنني لا ارى نفسي كذلك. ارى نفسي كانسان يبني الجسور لانني اعتقد ان هنتنغتون محق في نظرته بان الشعور فيما اذا حدث صراع بين الحضارات فانه سيكون صراع بين الغرب والاسلام. فيما يتعلق بتجربتك مع الإسلام من خلال موقعك الدبلوماسي كسفير، ألم يؤثر إعلانك الإسلام أو اعتناقك الإسلام على موقعك الدبلوماسي؟ Germany thank God is a real democracy and a state in which there is a rule of law. اشكر الله ان المانيا هي دوله ديمقراطيه حقا ودوله يحكمها القانون ولذلك ليس لدي صعوبات على الصعيد الرسمي فقد تمكنت من الاستمرار في عملي كسفير لفتره طويله ولاني كنت سفيرا في المغرب وهو دوله اسلاميه ولكوني مسلما وهو شيء ايجابي فقد تمكنت من ان افهم الحضاره التي اتعامل معها من جهه كما مكنني ذلك من استخدام احكام الشريعه لمصلحه مواطني اذا وقعوا في بعض المشاكل في بلد اسلامي أليس من المصلحة السياسية لألمانيا اليوم والدول الأوروبية الأخرى أن تقوم بتعيين سفراء لها أو مسؤولين لها أو قناصل إن لم يكونوا مسلمين كحالتك فعلى الأقل متفهمين للحالة الإسلامية وقضايا المجتمع الإسلامي formally نعم، كان في الماضي يجري تعيين سفراء بروتستانت في الفاتيكان لأنه كان هناك خشية من تعيين كاثوليك حيث يكون اقترابهم من الفاتيكان شديدا، لكن الآن تغيرت الأمور وأصبحوا يرسلون إلى الفاتيكان سفراء كاثوليك لنفس السبب الذي تحدثت عنه. وفي الواقع، اشترت وزاره الخارجيه الالمانيه نسخا عديده من كتاب يوميات مسلم الماني وارسلتها الى البعثات الدبلوماسيه الالمانيه في البلاد الاسلاميه لتستطيع ان تتعلم كيف تتعامل مع هذه المجتمعات. استاذ مراد نراك اليوم بعد اسلامك تتزيا بالزي العربي او الزي الاسلامي هل ترى بان الملبس هو شرط من شروط حاله اعلان الاسلام Islam is a universal um, الاسلام دين عالمي ولا يقول أن عليك أن تتصرف الآن كما كان مسلمو قريش يتصرفون قبل أربعة عشر قرنا أن تأكل على الأرض وأن تلبس كما يلبسون ولكن في هذا الجو الحار هذا اللباس أريح وكذلك فإنه يساعدني في أداء الصلاة وبالمناسبة لقد اشتريت هذا الثوب من البحرين فيما يتعلق بزواجك من تركيا هل كان له دور؟ في تعميق الإسلام في نفسك أو دور في انفتاحك على المجتمع الإسلامي وتفهم خصائص هذا المجتمع؟ uh, it has helped me to integrate لقد ساعدني ذلك في تبني عادات كثيرة مبنية على الأحاديث النبوية الشريفة وهي عادات لم أكن أعرفها حتى بعد أتاتورك لا يزال كثير من الأتراك لا تزال كثير من العادات التي يمارسها الكثير من الأتراك مستقاة من السنة النبوية الشريفة وبالتالي فقد ساعدني الزواج كثيرا على فهم هذه العادات وتبنيها ما هو الانطباع الذي تركه اسلامك بين اصدقائك في المانيا وعائلتك والمحيط الاجتماعي الذي يعرفك؟ I found that the of my Islam. وجدت رد الفعل على اعلان اسلامي يعتمد الى حد كبير على ذكاء وثقافه الاشخاص المعنيين. فكلما ازداد الذكاء وازدادت الثقافة لا توجد مشاكل، ولكن أمي بشكل خاص باعتبارها كاثوليكية انزعجت جدا من ذلك، فهي اعتبرت نفسها مسؤولة عن تربيتي كمسيحي صالح، ومع ذلك فقد تأقلمت مع الموضوع، وعندما نزورها لا نجد لحم خنزير ولا مشروبات روحية كتابك الطريق إلى مكة نريد هنا أن نتعرف إلى ما يحتوي هذا الكتاب وبالتالي ألا ترى بأن ثمة تشابها بين عنوان كتابك وعنوان كتاب محمد أسد الذي أسلم وعنوانه الطريق إلى الإسلام محمد أسد كتاب محمد أسد كان عنوانه الطريق إلى مكة وعنوان كتابي رحلة إلى مكة وقد أهديته إلى محمد أسد فهو من أصدقائي المقربين وقد كتبته بناء على طلب الناشر الذي نشر كتابي الإسلام كبديل فقد قال لي الناشر إنني في الإسلام كبديل قد تحدثت عن النظرية وعن المبدأ وعن العقيدة بالنسبة إلى الإسلام Now وأراد بالإضافة إلى ذلك كتابا عن الممارسة اليومية والعملية للمسلمين كتابا يشرح بالتفصيل كيف آكل كمسلم وكيف أنام وكيف أصلي وكيف أدفع الزكاة وكيف أعمل كمسلم

نعم فهناك مستشرق الماني اسمه مايا نشر كتابا عن ترجمه مفكرين مسلمين وعرب بالاضافه الى تعليق وبفضل ذلك استطعت ان اطلع على اعمال مفكرين من تونس ومن القاهره ومن اسلام اباد وبالإضافة إلى ذلك لا تنسى أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية بالنسبة للإسلام وأن عدد الكتب والدوريات التي تصدر عن الإسلام باللغة الإنجليزية أكثر من عددها باللغة العربية لك كتاب بعنوان الإسلام عام 2000 ولم يبقى من المئوية أو الألفية الثانية إلا سنوات أربع كيف ترى إلى مستقبل الإسلام والمسلمين في هذه الألفية القادمة في بداية هذا الكتاب قلت أنه ليس لدينا ما يؤكد أن الإسلام سيسود في المستقبل وقلت أنه قد يتضاءل ويتضاءل أو قد يستمر كما هو يتلمس طريقه لكي نغير الاشياء الى الافضل فهناك الكثير مما يجب ان نقوم به فمثلا يجب ان نحدد بالضبط ما هو موقف الاسلام من الديمقراطيه وان نحدد ما هي متطلبات الاقتصاد الاسلامي وان نقوم باصلاح التعليم وان لا نكتفي فقط بتعليم الاستشهاد قال فلان عن فلان عن فلان هناك اكثر من شخص قال يوجد في العالم الاسلامي الكثير من المسلمين ويوجد اسلام قليل وفي اوروبا يوجد اسلام اكثر ومسلمين اقل وهذه مبالغه لكن من الصحيح انك داخل العالم الاسلامي يصعب ان تقوم بابحاث مستقله وان تجد حلولا لهذه الاسئله Europe few Muslims, وذلك بسبب الرقابة الشديدة الرسمية منها وغير الرسمية. That Islamic world independent research. ولذلك نستطيع أن نقول ليس إصلاح الإسلام ولكن تجديده تجديد شبابه إعطاءه صفة ديناميكية يجري الآن في لوس أنجلوس وفي لندن وفي باريس ولا يجري في مدن إسلامية مثل فاس وحتى في الأزهر happening in in Washington, in Oxford, in Paris, some in Islamabad, but not so much in Kerouan or uh, Fez or at the Saituna or even in, in al Azhar. أستاذ مراد كمسلم كيف ترى إلى أحداث التقاتل بين الفرقاء في أفغانستان؟ <applause> وكيف ترى الى الحركات حركات الاسلام السياسي في مصر والجزائر وغيرهما من الدول العربيه والاسلاميه التي تستخدم العنف بديلا عن الحوار I think these are political phenomena. هذه ظواهر سياسيه وحينما حدثت ثوره ضد النظام الشيوعي في المانيا الشرقيه فان الشباب سلحوا انفسهم بصبغه دينيه وتحدثوا كبروتستانت وكذلك حين حدثت ثوره ضد الشيوعيه في بولندا فقد اخذت صفه كاثوليكيه ويحدث الشيء نفسه في العالم الاسلامي فحين يتحدى الناس الوضع القائم ويتحدون النظم السائده فانهم يقومون بذلك بدوافع دينيه ويعطون انفسهم صبغه اسلاميه وهذه ظاهره ليست اسلاميه فقط وانما هي ظاهره طبيعيه تحدث في اي وقت ولكن بالنسبه للاسلام في اوروبا نظن الناس ان هذه بدايه غزو اسلامي لاوروبا وهذه هي المشكله ماذا عن مصطلح الاصوليه؟ هناك بعض الاكاديميين في الغرب يحاولون ان يضفوا مصطلح الاصوليه على الاسلام وهم حينما يستخدمون هذا المصطلح فانهم ينزعونه من سياقه الاسلامي بمعنى انهم يعبئون هذا المصطلح مصطلح الاصوليه بافكار مسبقه مضاده للاسلام والمسلمين. Uh, fundamentalism too is not an Islamic phenomenon. الاصوليه ليست ظاهره اسلاميه فحسب وانما هي ظاهره في كل دين فبعد قرون من التطور يحتاج الناس الى العوده الى الاصول والى معرفتها من جديد وهذا حدث في المسيحيه وفي اليهوديه وفي الهندوكيه كما حدث في الاسلام لكن المشكله ان بعض الناس الان لا يعودون الى الاصول وانا نفسي اصولي اريد ان اتبع الرسول وما جاء في القران الكريم استاذ مراد بوصفك مره اخرى مسلم الماني ما هي الاشياء التي تجدها صالحه في بلدك اوروبا لدينك الاسلامي ولابناء ملتك من المسلمين أفضل الأشياء التي أجدها هو أن حقوق الإنسان تحترم ويجري الدفاع عنها ولا يمكن الوجود بدونها اليوم هناك ثمة عودة عالمية إلى الدين كيف تجد إقبال الأوروبيين والغربيين عموماً على الدين الإسلامي؟ الإسلام هو الدين في العالم أوروبا أيضاً هنا الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينمو في العالم صحيح أن هناك نزعة عالمية نزعة العودة إلى الدين ولكنها نزعة تحيل إلى الخروج من الكنائس وتأسيس مذاهب متعددة وبالنسبة للإسلام فهو ينمو بشكل سريع جداً وارى انه قد تحدث مشاكل عرقيه حقيقيه اذا استمرت حركه النمو هذه بشكل انفجاري لان الناس يخافون ويمكن ان تحدث مشاكل واخيرا حيث يصل بث برنامجنا الى العديد من الاماكن العربيه والاسلاميه في العالم ما هي رساله مراد هوفمن الى من يشاهدونه الان من العرب والمسلمين. لا توجد طريقه افضل لنشر الاسلام من ممارسته. استاذ مراد شكرا لك ونحن سعداء بهذا اللقاء الجميل. السلام عليكم.